بطلع ديمقراطية. عموما اتمنى يعني ان الموضوع ده ما ياثرش على علاقتنا. لا خالص طبعا يا روحي، بس لو خسرنا النهارده ارجع ما الاقيكيش في البيت. يبقى اكيد هترجع مش هتلاقيني في البيت. يا حبيبتي ان شاء الله هرجع عليكي في البيت الموسم ده كله لمده 5 سنين قدام كمان. قولي يا رب. يا رب يا حبيبي، بس انت بتحلم والله. والله يا بص يا روح قلب مامي انتي. يا رب احفظ لي امي وبنتي وجوزي من اي مكروه او اي حاجه وحشه. يا رب انا ماليش غيرهم في الدنيا، احفظهم يا رب وبارك لي فيهم وفرحني بيهم دايما. يا رب استودعك كل شيء احبه واحفظه لي بحفظك يا رب. الو، ايوه يا صافي، ازيك انتي حبيبة ماما؟ فينك يا حبيبتي؟ ما شفتكيش النهارده ولا سمعت صوتك. معلش حقك عليا، كنت طالعه لك والله، بس بسنت كان عندها هومور كتير اضطريت ان انا اقعد اعمله معاها. طيب يا حبيبتي انا بطمن عليكوا، بس عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. لا مفيش، عمر نزل يتفرج على الماتش مع صحابه وبوس نامت. كانت عايزه تطلع لك والله، بس انا اللي قلت لها خليها لبكره. كل سنة وانت طيبة يا حبيبة ماما، عقبال 100 سنة. وانت طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا. طيب يا حبيبتي، مع ألف سلام. أي حبيبي، وحشتني. الماتش لسه ما خلصش؟ خلص؟ لا اصلا انا ما شفتوش، قلت يعني عشان اليوم يعدي على خير. طب قولي انت قدامك كتير؟ اتحركت يعني؟ ايه ده بجد؟ وصلت؟ طيب انا جاهزه خلاص، عملت العشاء عشان ناكل مع بعض. يلا يا حبيبي باي. يا سلام، ايه كل ده؟ تسلم ايدك. كل ده فين بس؟ بالهنا والشفا، انا ما عملتش حاجه ده ولا حاجه يعني، انا قلت حاجه خفيفه كده عشان اتعادلنا يعني. الحمد لله طلعنا حبايب. احنا طول عمرنا حبايب. على فكره ماما اتصلت وانت بره وبتسلم عليك. ياه انا مكسوف منها جدا، كذا مره والله بقى عاوز اكلمها واطلع لها بس ماليش وقت. استنى اكلمها دلوقتي ولا اقول لك خلاص اكل واطلع لها؟ لا لا تطلع فين، انت عارف ان ماما بتنام بدري، زمانها نامت طبعا. مش زيك غاوية سهر، الصباح رباح. ايه ده؟ دي ما شافتش الماتش يعني. كل كل يا عمر. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عامل لك بكره مفاجأة هتعجبك قوي. بجد؟ ايه؟ مفاجأة ايه؟ خلاص بقى خليها بكره. لا لا قول يا عمر. بطلي زن بقى هقول لك بكره. الله قول عشان خاطري بطل غلاسة بقى. الله عيد ميلاد مين بكره يا حبيبتي؟ فاكرة ولا عاملة مستعبطة ولا ايه؟ لا فاكرة ومش عاملة مستعبطة، مفيش حد يعني بينسى تاريخ ميلاده ولا تاريخ أول يوم اتقابلنا فيه ولا تاريخ عيد ميلاد حبيبي ولا تاريخ عيد ميلاد بوسبوس. دي أهم تواريخ في حياتي. ده إيه الحلاوة دي؟ طب أقول لك على حاجة؟ فاكرة تاريخ خطوبتنا ولا لأ؟ تاريخ خطوبتنا 5 يناير.
وتاريخ أول يوم اتقابلنا فيه 4/11، وتاريخ أول مرة رحنا فيها سينما مع بعض 3/2، وتاريخ أول مرة قلت لي بحبك 20/11، وأول مرة قلت لك أنا بحبك 30/11، وأول مرة عشر دقايق بس. عشر دقايق بس. طيب طيب. هرجع لك تاني. ماشي. بص حبيب مامي، جود مورنينج. جود مورنينج مامي. روح قلب مامي انت. يلا قومي خشي التواليت على ما اجهز لك البريكفاست. نو انا عايز انام. نو ايه بس وانام ايه؟ يلا يا بص يلا بقى انام. ايه بس يا بص يلا خرابي. يا صباح الفل حبيبي. انت اللي حبيبي. طب انا هسالك سؤال. اسال. بذمتك ينفع اصحى الصبح على الحلاوه دي واسيبها اروح رايح على الشغل؟ انا لو منك ما انزلش اصلا. بس كده انا اصلا بتلكك، هخش اغير حالا. بس بقى بطل. يلا عايزك تفطر بسرعه عشان تلحق توصل بص المدرسه وتروح شغل. حاضر يلا. ايه ده؟ انت لبستي لوحدك؟ ايوه يا مامي، هو انا صغيره. خدي بقى من ايده. بس كده؟ عينيا الاثنين. حاضر. تعالي كده. ايوه. بقينا نلبس لوحدنا وبقينا شطار. وايه؟ انا حضرت لك خلاص الفطار وجاهز. اتفضلي بقى حضرتك عشان تفطري. يلا. لا يا مامي هلبس الشوز بس الاول وي. طب انا هلبسها لك. لا يا مامي وانا صغيره. برضو؟ ماشي البسيها تعالي. بحبه يا ناس. يا لهوي اكيد مش قدي، ما تحاوليش. احط لك ايه تاني؟ مش يا حبيبتي انا باكله. بص فين امال كل ده؟ بتلبس، مش عايزاني انا اللي البسها. يا بص يلا حبيبتي عشان ما اتاخرش.
يروح قلب بابي عندي. الحلاوه دي والحلاوه دي ربنا يخليكوا ليا يا رب. روح قلب مامي خرابي خرابي على الحلاوه. يلا يلا حبيبتي عشان تاكلي كورن فليكس جاهز اهو. طب خد دي عشان خاطري. والله ما قادر عشان خاطري. طيب حاضر. بقول لك هتتاخر النهارده. ما يروح زي كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت ما رايش غيري. عاقل عاقل ربنا يحميك يا رب. والله مش ورايا ست الكل لازم ابقى عاقل. حبيبي ايه يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله مامي شبعت. شبعتي انت لحقتي تاكلي حاجه؟ الحمد لله. ايه ده؟ طب خلاص يا حبيبتي يلا عشان ما تاخرش على المدرسه. خلاص ايه انتوا ما اكلتوش حاجه؟ الحمد لله يا حبيبتي حلو قوي كده. انت شايفه الساعه بعد كام؟ يا دوبك الحق اوصلها واروح على البنك. يلا تعالي يا حبيبتي. بيسي بالراحه. ايوه استني شعرك. هاتي بوس خرابي. روح قلب مامي انا يا ناس. يلا لا لا يا حبيبتي. سيدنا محمد رسول الله. مش عاوز اي حاجه؟ عايز سلامتك خلي بالك من نفسك. حاضر هتوحشيني. وانت كمان اول ما توصل كلمني طمني. ها كالعاده انت عارفه يعني انا حافظ. بص بص تاكلي السندوتشات اللي في الشنطه كلها فاهمه ولا لا؟ يلا باي باي باي. روح باي يا حبيبي. عمر ايه يا حبيبتي؟ هتوحشني. وانت كمان قوي 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 حبيبي. باي باي. يا رب يا رب احميهم يا رب. ربنا يخليكوا ليا. حازم يا عم كويسة حبيبتي؟ هي أكيد مامي كانت بتطمن عليها. شفتلك؟ أه يا حبيبتي. ألو أه يا عمر أنتوا كويسين؟ إحنا كويسين الحمد لله مفيش حاجة ما تقلقيش نفسك بقى. طب الحمد لله. البنت كويسة ما فيهاش حاجة؟ خدي بص بص معاكي يا مسكي. إحنا كويسين ما تقلقيش. بحبك أوي. خدي بابي معاكي أهو. أه يا حبيبتي. الحمد لله. طب خلي بالك من نفسك ولما توصل للبنك طمني. طيب خلاص هوصل واكلمك. يلا باي باي. يلا صباح الفل يا حبيبتي عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انتي عامله ايه؟ طب الحمد لله. بقول لك يا حبيبتي انا هنزل اشتري شويه حاجات للبيت. في حاجه ناقصاكي اجيب لك حاجه معايا؟ لا اصل انا زهقانه فقلت انزل شويه كده على ما بوسبوس وعمر يرجع. تمام قولي لي بس ايه اللي ناقصك؟ مربى ايه بس يا مام؟ مربى ازاي يعني؟ ما السكر هيعلى عليكي. احنا مش قلنا بلاش الحاجات دي؟ ماشي حاضر. طيب عايزه حاجه تانيه؟ من عينيا يا حبيبتي. حاضر خلي بالك من نفسك. لا لا مش هتاخر اول ما ارجع هطلع لك على طول. ماشي يا حبيبتي مع السلامه.
ازيك يا حبيبتي؟ حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ثواني والاكل هيكون جاهز على ما تغير هدومك. خدي وقتك يا روحي. حبيبي. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ ما غيرتش هدومك ليه؟ طيب حاضر هروح اهو. ايه مالك؟ ايه ده؟ مالك مش على بعضك ليه؟ مش على بعضي فين بس؟ جعان بس، حطي الاكل على الصفر عشان انا جعان. جعان مش مريحني يا عمر. يا سلام. انت اكيد بتهزر. عربيه يا عمر؟ ده كتير قوي حبيبي، كتير قوي يا روح قلبي. مفيش اي حاجه تكتر عليكي. معقوله كده؟ معقوله يا عمر؟ ده كتير والله العظيم. لو تقولي اجيب لك الدنيا بحالها مش هتغلى عليك حبيبي. بس يا رب بقى تعجبك. اكيد هتعجبني طبعا يعني. بعدين انت طول عمرك ذوقك حلو ولا ايه؟ طبعا ذوقي حلو. مش متجوزك؟ حبيبي انت حبيبي بجد. مبسوطة قوي. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبتي. تسلم ايدك صوفي. اتفضل. بصراحة يعني مش عارف اقول لك ايه. انا مبسوط جدا ان انت وافقتي ان احنا نقعد مع بعض ونشرب حاجة. ايه؟ ايه؟ الدنيا عاملة معاك ايه؟ الحمد لله كويسة تمام. كبرت يا شادي. اه طبعا. احنا اخر مرة تقابلنا فيها من اكتر من 10 سنين. شفت الدنيا؟ الشلة كلها اتفرقت. معلش كل واحد بياخد نصيبه. بقولك انا لازم امشي دلوقتي. لا 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 تمشي ايه؟ ده انا ما صدقت ان انت توافقي يعني تقعدي معايا. احنا ما كملناش 3 دقايق. معلش انا لازم اروح مش عايزه اتاخر. لا تتاخر يعني انت ساكنه بعيد؟ لا بيتي هنا جنب المول. طيب نقعد مع بعض بقى ولو نص ساعه حتى. معلش احنا في بيننا وبين بعض يعني عيش وملح وليهم حق علينا. ولا نسيتي ايام الجامعه؟ سبعة خمسة تمام. سجلت رقم. مالك؟ مش مصدق عيني. اشمعنى؟ معقولة الصدفة الغريبة دي؟ نتقابل بعد أكتر من 10 سنين؟ مش بيقولوا الدنيا صغيرة؟ أيوه. انتي اتجوزتي صح؟ وعندي بوسبوس كمان. بوسبوس؟ بسام عندها 7 سنين.
على كده بقى مبسوطة في حياتك؟ جدا الحمد لله. وانت؟ انا ايه؟ اتجوزت؟ انا عمري ما نسيتك يا صافي. انتي فاكرة حبنا؟ انا لازم اقوم. لا تقومي ايه؟ ده انا ما صدقت لقيتك. ما هو ما ينفعش تقولي الكلام ده يا شادي. ما ينفعش ليه بس؟ انا مش فاهم ايه اللي حصل، فرقنا عن بعض بالشكل ده. مشكلة تافهة زي دي تبعدنا عن بعض؟ ده موضوع انتهى من زمان قوي، وانت دلوقتي لازم تحترم ان انا زوجة وام وبحب جوزي جدا كمان. وانا يعني عشان سألتك عن السبب ابقى مش محترم ان انت زوجة وام وبتحبي جوزك قوي كمان؟ سبب ايه؟ سبب نسيانك حبنا. ما تزعلش مني يا شادي، انا بصراحة مش مصدقاك. اللي بينا ده كان حكاية قديمة وانتهت خلاص، كل واحد راح لحاله وكل شيء نصيب. ما تقنعنيش يعني انك معطل حياتك طول الوقت ده عشان. بعدين انت ما كنتش عارف انك هتقابلني اصلا. احنا اتقابلنا صدفة يا شادي. انا ما قلتلكيش ان انا معطل حياتي عشان انا عايش حياتي اهو. انا قلتلك ما نسيتش حبنا. طب بعد اذنك بقى انا هقوم. لا اقعدي بس اقعدي، يعني ناكل مع بعض حاجه كده في السريع. تاكلي ايه؟ لا اكل ايه، انا مش جعانه. فاكره الشاورما اللي كنا بناكلها ايام الجامعه؟ انت بتفتكر حاجات غريبه قوي يا شادي. انا محمد، والنبي بعت رقم الحساب بتاع هنا شكري لو سمحت. شكرا، مع السلامة. ما بترديش ليه يا صافي؟ غريبة يعني، مش هعايدك. محمد عطيه على ما اعتقد. ولا الدكتور احمد شلتوت اللي كان عنده لهجه فلاحي كده، الطالب اللي هيعدي من تحت ايدي ومش هيسقط. انت لسه فاكره معقوله؟ هي دي تتنسي؟ هاي هاي صافي، مش مصدقاكي. مين انت؟ كنتي معانا في الجامعه ولا ايه؟ مش فاكراني؟ هو احنا كنا مع بعض في الجامعه؟ انت افتكرتي شادي وبس. في علا، ما اهدي شوي. افتكرتك، علا رشدي صح؟ برافو شطوره. افتكرتي لوحدك؟ طيب يا جماعه، انا مبسوطه قوي ان انا قابلتكم النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله. لا لا ما تقعدش، لو هتمشي عشان انا جيت خلاص همشي واسيبكم لوحدك. لوحدنا ايه، انا اصلا كنت ماشي. أنا اتأخرت جدا، عن إذنكم. أنا مش فاهم أنت هتفضلي قلة الذوق كده لحد إمتى؟ والله؟ اتفضلي، اقعدي وأنا هجيلك دلوقتي، اقعدي. حبيبي يا صفا، هو ترديش ليه كل ده؟ انا بشتري شويه طلبات للبيت ومروحه على طول. اتخضيت عليكي بس. طيب ماشي، خد بالك من نفسك بقى، وما تروحي كلميني لو سمحتي. حاضر، وانت كمان. اوكي يا حبيبتي. بقول لك ايه، هعمل لك مفاجاه النهارده. لا مش هقول لك طبعا، مش هتبقى مفاجاه.
مش هقول لك حاجه دلوقتي، كفايه زن. ماشي، يلا يا حبيبتي، باي باي. يا صافي، انا اسف جدا على اللي حصل. لا ما حصلش حاجه، حصل خير يعني. طب انا ما خدتش تليفونك. ما انا خدت رقمك وهبقى اكلمك يعني. طيب استاذنك ترني عليا عشان تليفونك لازم يبقى معايا. طيب. انا مش عايزك تقلقي خالص، انا مش هتصل بيكي، بس انا هكون مستني تليفونك عشان نكمل كلامنا، ومش عايزك تزعلي من علا خالص. لا عادي يعني، انا فعلا ما كنتش فاكراها، وبعدين ما اعرفش هي فهمت ايه اصلا. هي ما بتفهمش اصلا. انتوا مخطوبين؟ لا مخطوبين ايه، هي اخرها معايا صحوبيه، وبعدين احنا مش مرتاحين مع بعض اصلا. بصراحه الله يكون في عونك. مش كده، خلاص انا هستنى تليفونك ضروري جدا. ماشي. ايه مالك، في ايه؟ لا مفيش حاجه، انا كويسه، مفيش حاجه، عن إذنك. مالك يا مدام؟ موجوعة أوي، تعبانة. هتصل بالإسعاف؟ لا ربنا يخليك، أنا هكلم جوزي. مش قادرة. يا جماعة الحقونا 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 يا جماعة. صباح الخير. صباح النور يا نبيل. انا بعت لحضرتك الفاكس اللي حضرتك طلبته. ميرسي، شكرا. اوكي، انا اسف. نرمين. ايوه، تعالي اقعد اقول لك على حاجه. اوكي، بقول لك ايه، كنت عاوز اخد رايك في محل الروح، عاوز اجيب هديه لمراتي عشان النهارده عيد ميلادها. هو في حاجات كتير، بس انت عايز تجيب لها ايه يعني؟ والله انا لو عليا عاوز اجيب لها الدنيا بحالها. ربنا يسعدكم. هو حضرتك من يومين كنت متضايق، هو في حاجة؟ يعني في مشاكل في البيت؟ لا الحمد لله، ليه بتقولي كده؟ كلمتك كتير على الواتساب ما ردتش. كان في حاجة مهمة عاوز اسألها؟ لا أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. معلش، أصل أنا لما بروح البيت ببيت دلوقتي كله لمراتي وبنتي، ولا برد على التليفونات ولا على الواتساب. ربنا يخليكوا لبعض. بس بلاش تقول الكلام ده لحد، عشان الناس عينيها وحشة، ممكن تتحسدوا. ميبقاش في حب الأيام دي. عن إذنك. يا دكتور طمني. متقلقش، المدام جالها حالة تسمم وعمل لها غسيل معدة، ساعة إن شاء الله بكثير، وتقدر تاخدها معاك وتروح. ألف شكر يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. شكرا، بعد إذنك. شكرا. اصل انت اغمى عليكي وتعبتي وانت في الباركنج، الدكاتره هنا قالوا ان انت عندك تسمم، بس الحمد لله عملوا لي غسيل معده والموضوع عدى وكله تمام. انا هنا من امتى؟ وانت عرفت ازاي يا شادي؟ السكيورتي اتصل بيا من موبايلك، قال لي الحق المدام، فطبعا جيت جري واتفاجئت بيكي. اكيد اتصل باخر رقم كان عندي على التليفون. هنا تليفوني فين؟ عايزه اكلم عمر، زمان قلقان عليا قوي. ما تقلقيش تليفونك معايا. يوه قطع شحن، انا هقدر اخرج امتى؟
انا لازم اروح، عمر اكيد قلقان قوي. الدكتور قال ممكن نخرج النهارده ان شاء الله. طب يلا يلا بينا، زمان عمر قلقان قوي. طب بس واحده واحده. حاضر تعالي، على الاقل من مهلك. الف مليون سلامه عليكي. يا رب كنت انا. بعد الشر عنك، تعبتك معايا يا شادي. يا ستي تعبتيني ايه؟ طب بس تعبيني على طول كده، بس اهم حاجه ما تبقيش تقلقيني عليكي. هتوصلني اخد عربيتي بعد اذنك. لا انت ما ينفعش تسوقي، انا اللي هوصلك. لا لا ملوش لزوم. افهميني بس، الموضوع بسيط. انا بعد ما جينا في عربيه الاسعاف انت دخلتي جوه وتاخرتي قوي مع الدكتور، انا اتوترت قلت اشغل نفسي في اي حاجه، فروحت جبت عربيتي وجيت. خلاص هوصلك يا صافي. لا مش هينفع توصلني لحد البيت، وصلني اخد عربيتي وبس. انا اقدر اسوق، خلاص بقيت كويسه. يا بنتي فهميني، انا لازم اوصلك عشان اطمن عليكي. ريحني معلش. طب بس يلا يلا يلا، على مهلك. بقولك يا صافي، انتي اكيد تعبانه واخده ادويه كتير، ايه رايك بقى نروح ناكل حاجه كده في السريع؟ لما اروح اكل ان شاء الله. لا تروحي ايه، انا لسه هستنى لما تروحي، ده انت ممكن يجيلك هبوط. اسمعي الكلام. لا 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 انا اتاخرت قوي يا شادي معلش، والنبي لازم اروح، زمانهم قلقانين عليا. طب ايه رايك لو رحنا كلنا بيتزا من اللي انت بتحبيها؟ خلاص الحمد لله بجد مش قادره اصدقك. انت عشان خاطري كلها والله شبعت يا عمر وحياتك. دي البيتزا اللي انت بتحبيها. ما بقاش في مكان في بطني. البنت كلت لنفسك، كل بقى شويه للبيبي. البيبي اه صحيح، ازاي احنا لحد دلوقتي ما اتفقناش هنسميها ايه؟ احنا قلنا هنسميها ليلى على اسم امي. ليلى حلوه اه بس قديم شويه، تيجي نسميها ليلي على الموضه يعني. ليلي الاسم المايع ده؟ لا طبعا ده اسم زهره. طب نسميها زهره بلدي قوي. طب نسميها فلة؟ انت بتهزر بقى. طب خلاص انت عايزه تسميها ايه؟ طب عادي. بص انا بفكر في باسانت وندلعها نقول لها يا بوسبوس. حلو صح؟ حلو قوي، بس انت احلى. انا بحبك قوي يا عم بجد، مش عارفه لو ما كنتش قابلتك شكل حياتي كان هيبقى عامل ازاي. اكيد اكيد كان هيبقى احلى من كده بكتير. اخسى عليك بجد، اخسى عليك، اخسى عليك يا ابو بوسبوس. قولي هندخلها مدرسه ايه صحيح؟ هندخلها مدرسه ايه اصلا؟ هي لما تتم 5 6 سنين كده تعلميها انت شويه طبيخ، شويه كنس، شويه تريكو، وتبقى ست بيت شاطره كده زي امها. يا سلام، لا انا بنتي لازم تتعلم احسن تعليم. طب خلاص ما تزعليش نفسك قوي كده. طب ادخلها فرنش طيب ولا ايه رايك؟ فرنش بقت موضه قديمه، دلوقتي الالماني اهم لغه بعد الانجليش. تفتكري؟ انا ساره صاحبتي مدخله بنتها الماني. اه بس دي هنذاكر لها ازاي دي بالالماني؟ هنجيب لها مدرسين او حتى يا سيدي نتعلم لها مخصوص. احنا لسه هنذاكر تاني، انت بتهرجي. ايه المشكله يعني، المهم هي تتعلم كويس. انا معاكي في الكلام ده اوكي، بس يا رب بس يقبلوها بسهوله. وما يقبلوهاش ليه؟ دي بنت صافي هانم الانصاري. لا يا شيخ، يعني هي بنت نازج هانم الاحضار يعني. انت مش ممكن فظيعه. ها قلت ايه؟ ها لا لازم اروح عشان خاطر بسنت. اه ماشي.
صافي انت نمتي ولا ايه يا حبيبتي؟ صافي وهي مش جوه. يمكن كنت طلعت وانت يا بابي. تفتكري انت صح يا بسبوستي؟ ممكن تكون زهقت عشان اتأخرنا عليها وطلعت فعلا. طب يعني نطلع نشوفها؟ يلا بينا حبيبتي. أنا عايزة أروح المستشفى، عايزة أروح لشادي، أنا عايزة أروح لشادي. بقاء لله يا مدام. هو جوزك كان؟ لا مش جوزي، ما كانش جوزي، ده مش جوزي. طبعا أنت عارفة إن إحنا محتاجين نعمل محضر. هو انت اللي كنت سايقه؟ لا مش انا اللي كنت سايقه، مش انا. ارجوك تهدي شويه. طب اللي كان سايق ده يقرب لك. اللي كان سايق اتفضل. ازيك يا رنا؟ ازيك يا حبيبي؟ امال فين صافي؟ ايه ده هي مش تحت؟ لا انا رحت جبت بسنت من المدرسه وبعدين رحنا جبنا لها حاجات عشان عيد ميلادها ورجعت البيت ما لقيتهاش. انا حتى كلمتها كذا مره بس تليفونها مقفول. غريبه دي، كلمتني الصبح وقالت لي انها راحت تجيب طلبات وراجعه على طول. القلق ده، انا كلمتها برضو الصبح كانت بتشتري حاجات فعلا ومعرفش عنها اي حاجه من ساعتها. الو؟ ايه؟ خير يا فندم؟ ايه اللي حصل يا صافي؟ المدام كانت مع استاذ شادي كامل وقت الحادثه بس للاسف هو توفى. شادي كامل مين؟ اصل يا عمر انا نزلت اجيب طلبات للبيت زي ما قلت لك بالظبط، وبعدين قابلته صدفه والله، وبعد كده اغمى عليا. ايه الفيلم اللي انت بتقوليه ده؟ انت عشان اصدق الكلمتين دول؟ ما تصدقش لي يا عمر، انت بتشك فيا ولا ايه؟ شادي كامل مش ده حبيب القلب بتاع زمان؟ عمر براحتك يا صاحبي. براحتي ايه يا عمر؟ على فكره انت بتكلم مراتك مش صاحبتك. مراتي؟ انت من النهارده مش هشوفي وشي تاني، ولا انا ولا بنتك. Oh! Oh! Yeah, Hassan!
قمر يا قمر حسن انت فين يا قمر جابك هنا هو في ايه انا فين انا مش فاهم حاجه هو فين فين هو عمر وبسن وانت لابسه اسود ليه ماما هو خالي جرى له حاجه لا انت ايه اللي جرى لك يا بنتي انت كانوا بيضربوا بك المثل في العقل في العيله كلها ليه يا ماما بتقولي كده دي حادثه انا ما كانش ليا ذنب فيها والله احنا عارفين يا حبيبتي عارفين ايه انا مش فاهمة حاجة وانتي ايه اللي جابك هنا انا علا اختك اختي مش فاكراني علا رشدي صح برافو شطورة افتكرتي لوحدك انتوا بتهزروا ولا ايه هو في ايه انا فين فين بسنت وعمر صبرني على ايه؟ عمر عمر وبسنت عند اللي خلقهم يا بنتي يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة هو زعلان مني صح؟ لا انا ماليش ذنب والله والله ما كانش ليا ذنب يزعل مني ليه بس هو في ايه بس يا حبيبتي قولي لي مفيش حاجه يا شيخ اختك تعبانه شويه
يا ماما. طب روحي روحي اندهي للدكتور اوام. يا ماما في جديد؟ مدام صفي اخبار ايه؟ والله يا دكتور من ساعه ما صحيت وهي قاعده مساهمه كده. طب ازاي يا دكتور؟ اهو عدى شهرين على وفاه جوزها وبنتها وهي مش دريانه بحاجه. الصدمه كانت صعبه عليها قوي لفقدانها لعز الناس ليها، فقررت تعيش حياتها في خيالها وكأن الحادثه ما حصلتش من الاساس، وطبعا ده بشكل اعراضي منها. طب والحل يا دكتور؟ هي هتاخد وقت شويه لحد ما تستوعب الواقع وهتبدا تتعامل معاه بشكل طبيعي. حبيبتي يا بنتي. Thank you.
حبيبتي انتي لازم تاخدي الدواء وتاكلي كويس عشان نروح بيتنا بقى. مش قادره يا ماما عشان خاطري. دي بس يا صافي. الحمد لله الحمد لله. انتي عارفه يا صافي في ناس كتير قوي عايزه تيجي تسلم عليكي وتطمن عليكي، بس انا قلت لهم لا استنوا لما تروح بيتها وتعالوا تطمنوا عليها. الناس كلها بتحبك يا صافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي انا حاسه باللي فيكي وعارفه انت بتفكري في ايه، بس ده قضى ربنا يا صافي واحنا لازم نرضى بيه يا حبيبتي. الحمد لله شايفاكي النهارده احسن يا مدام صافي، والا ما كانش الدكتور سمح لك بزيارات. ايه بقى مش عايزين ناخد الدواء ليه؟ مش انتي بتقولي ان انا اتحسنت؟ ماشي بس مفيش غنى عن الدواء. شكرا عم عبدو. ألف حمد لله على سلامتك يا مراد بيه. الله يسلمك. وحضرتك مطول هنا قاعد كتير يعني؟ لا هم أسبوعين وراجع على طول. أنا خلاص يا عم عبدو تعودت على العيشة هناك. جايزة سعيدة يا مليونير. وأنت طيب يا عم عبدو. الله يخليك. بقول لك إيه؟ شوف لي حد بقى ينظف الشقة دي. حاضر. خلي الفلوس دي معاك. وأنا نازل هسيب لك المفتاح عشان اللي ينظف ينظف براحته. ماشي حاضر حاضر عليك. كاميليا
نفسي اطمن على الست دي. ايه حبيبي وحشتني قوي. وانت كمان يا سامي عامل ايه؟ ليك وحشه يا راجل. وانت كمان اخبارك ايه؟ جيت امتى؟ لسه جاي حالا اهو من شويه. حرام عليك بقى، انا اعرف من عم عبده البواب ما اعرفش منك. معلش والله جيت فجاه. اصل تعالى تعالى خش تعالى. لا 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 انا رايح على شغلي. هتعمل لي جيزه حالا يا عم. شغل مين؟ تعالى بس تعالى هشوفك بالليل. خلاص طيب طيب ماشي. اه بقول لك ايه سامي، فاكر قبل كاميليا؟ قصدك قبل فاهيتا بتاعت يسوسو؟ يا عم فاهيتا مين؟ امال ايه؟ قبل كاميليا. قبل كاميليا اللي كانت بتديني انجليش زمان في اعدادي وابتدائي. يا لهوي ده انت قديم قوي. طبعا فاكرها، زمانها ماتت، عايز منها ايه دلوقتي؟ يا ساتر يا رب. لا اصلي شفت مرتها بالصدفه فكلمتها محدش رد، قلت اسال عليها يعني. مش فاكر ساكنه فين؟ فاكر طبعا، لان بيتها البيت اللي جنب اختي لازقه. البيت اللي جنب اختك؟ يا اختك ساكنه فين؟ عارف بتاع العصير القصب اللي تحت؟ اه ما تشربش. لا والله ساكنين فين بجد. عندك ورقه وقلم هكتب لك. يبقى تعالى بقى تعالى. شكلي هترفد على ايدك. لا لا تعالى. اتفضل يا اخويا اتفضل. يا ابني يا ابني، العنوان اللي انت كاتبه لي ده مضروب ولا ايه؟ مش لاقي العماره. طب بقول لك ايه، مفيش حاجه مشهوره جنبيها، محل مشهور، اي حاجه؟ اه دخلت يمين. اه على طول. تمام ماشي على طول. اه تحتيها ايه؟ ماشي. طيب ماشي ماشي. اه اه اخلص واكلمك. ماشي يا معلم. سلام. طالب عندك في اولى تاني، مش فاكراني؟ عشان القطط. حاضر حاضر. يا خبر يا مراد. مراد. اه. معقولة؟ والله ما أنا مصدقة نفسي. إيه ده؟ ده أنا كأني بحلم. ياه. كبرت يا ولد. هو زمن برضه قبل. تشرب إيه يا حبيبي؟ ولا أي حاجة. أنا مش عايزة أتعبك. بص بقى، أنا هشرب قهوة. أعمل لك معايا؟ والله انا قهوتي مظبوطه بس مش عايزه اتعبك. لا ابدا يا حبيبي. لا محتاجه ونش. انت ونش. حاضر. يلا انت الونش. ياني يا خبر ابيض. ازيك يا مراد؟ والله وانا مصدقه يا ربي. يا كبرت قوي يا ابله كاميليا. Oh.
لله الحمد لله. شطرة يا كاميليا شطرة. ياه يا مراد كبرت ما شاء الله، السنين بتجري يا ربي. طب ده انت كبرتي انت كمان بقى يا كاميليا. برافو عليك يا كاميليا، برافو عليكي، بني الجميل الحمد لله ما بيعليش الضغط. كل واحد يا ربي الحمد لله يا رب الحمد لله كله حلو. شطورة. عنك اب عنك عنك عنك. معقوله معقوله القمر يشيل الصينيه بنفسه؟ طول عمرك شقي. والله فيك الخير يا مراد، والله زمان يا ابني. وشمعنى انا بقى اللي افتكرتني؟ عشان حضرتك كنت احن مدرسه في المدرسه كلها، وانت كنت اشقى ولد في المدرسه دي كلها. قول لي بقى بتشتغل ايه دلوقتي؟ والله انا مهندس بترول، بقالي 10 سنين بشتغل في الكويت ولسه نازل اجازه النهارده. ما شاء الله، عال عال. واتجوزت وخلفت؟ اتجوزت 5 سنين وبعدين انفصلت وللاسف ما جبتش اولاد. يا سيدي لسه العمر قدامك طويل، بكره تتجوز وتخلف وتتهنى. المهم طمنيني انت عامله ايه واخبارك ايه؟ انا زي ما انا، مفيش جديد، كل يوم زي اللي قبله. الجديد الوحيد في حياتي هي الاخبار اللي مش بلحق اعرفها من كتر سرعتها. هما ولاد حضرتك عايشين معاكي هنا؟ لا انا عايشه لوحدي من ساعه وفاه المرحوم هاني، واخد شهاده سياسه واقتصاد واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محاميه وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم، اما كريم فبيشتغل في دبي. يعني كده مفيش غير مدام نهى بنت حضرتك هي اللي بتسال عليكي؟ يعني مش بالظبط، كل فين وفين كده، يعني في عيد الام مره، في العيد الكبير برضو مره. يعني وده بيبقى بالتليفون طبعا، انا حتى ما جبتش موبايل مش بعرف استعمله. مين يشوف طلباتك احتياجاتك؟ صفاء بنت الجيران في الشقه اللي جنبنا، يا رب ربنا يكرمها بابن الحلال يا رب. هي اللي بتاخد اول الشهر الكارت بتاعي ده اللي اسمه اي تي ام، هو ده، وبتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي ادويتي، وفي واحدة كنت مربياها زمان بتجيني تنظف البيت كل أسبوع وتعمل لي أكلتين، والله بيكفوني الأسبوع كله. الحمد لله الحمد لله يا رب. طيب أبلا كاميليا، لو احتجت أي حاجة أنا موجود أعملها لك. كتر خيرك يا حبيبي، كلك ذوق، كفاية إنك افتكرتني. انا جايب لك معايا بقى شوكليت، بس ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ لا هاخد على كده. لا 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 كانت الحلوه دي رب تعجبك. بس اكيد ما دام انت اللي جايبها.
ايه رايك؟ الله حلوه بشكل. ممكن كمان واحده؟ اه طبعا اتفضلي. اقول لك دي هشيلها كلها بعد كده، ولا اقول لك هاخد منها حته واشيل الباقي. العلبه كلها موجوده كمان. الله بتريح الاعصاب. اه طبعا. اشرب انت القهوه بقى. اوكي اتفضل. لا حبيبي خلي بالك خلي بالك خلي بالك. سوري لا سوري. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه. ولا يهمك ولا يهمك. انا اسفه. ولا يهمك. هعمل لك انا. لا لا خلاص 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 اكني شربتها خلاص. لا ما يصحش. لحظه واحده. طب تحبي اجي معاكي؟ لا انا اسفه انا اسفه انا اسفه. دنا دي صورتي قبل كاميليا واحنا في تانية اول. اه وحضرتك واقفه اهو. كنت زي القمر ولا زلت طبعا يعني زي القمر. دي قبل ميرفت مش كده؟ كانت بتضربني ضربه قبل ميرفت دي ربنا يسامحها. ده استاذ محسن بتاع العربي مش هو ده الاستاذ محسن؟ قبل كاميليا كاميليا ايه ده؟ يا ساتر يا رب. قبل كاميليا مالك في ايه؟ قبل كاميليا مالك ردي عليا. يا ساتر قبل كاميليا ردي عليا. طمني في ايه؟ ما تقلقش كل الحكايه كريزة سكر شديده شويه. من الواضح ان الحاجه مش ماشيه على نظام انسولين مظبوط. هي انا ما اعرفش حكايه السكر دي. انا اصلي كنت مسافر بره ولسه راجع النهارده. طب امال اخواتك فين؟ هي عايشه لوحدها؟ تقريبا كده. لا ما ينفعش خالص. لازم يكون حد عايش معاها ياخد باله من اكلها ونظام علاجها. الكريزة دي لو كانت جات لها وانت مش معاها لا قدر الله كانت قضت عليها. بس الحمد لله ربنا قدر ولطف. يا ساتر يا رب الحمد لله. طب يا دكتور هي ممكن ترجع بيتها دلوقتي؟ اه طبعا ممكن ترجع. طيب انا هدفع الحساب في الخزنه واجي اخدها على طول. اتفضل. شكرا. مع الف سلامه. مساء الخير. ممكن ادفع بالفيزا؟ لا والله بنتعامل كاش. اتفضل. مظبوطين؟ تمام. شكرا. نورتي بيتك يا ست الكل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي.
لك زود تعبتك معايا. لا لا ما تقوليش كده، لا تعبتيني ولا حاجه. اتفضلي قولي لي بقى، انت ما بتاخديش الدواء بانتظام ليه؟ لا باخده بانتظام، هو بس يمكن سوي عليا النهارده. يبقى اكيد بقى الشوكولاته اللي انا جبتها هي السبب. هي فين؟ لا خلاص، من النهارده في نظام للاكل وللدواء. بعد اذن حضرتك انا عايز تليفون نهى بنت حضرتك عشان اكلمها. هو مين اللي فتح الغطا بتاع البيانو ده؟ انا كنت بدندن عليه كده لحن من ايام المدرسه. ممكن تليفون نهى بنت حضرتك؟ ملوش لزوم، عندها بيتها وحياتها وولادها، ربنا يسهل لها. طيب انا مضطر امشي دلوقتي، انا اصلي بقالي تقريبا يومين ما نمتش. طب ما تنام هنا، الاوض كتير وانا لوحدي. لا مش هينفع، عشان شنطي في البيت حتى تقريبا لسه ما فتحتهاش. خلاص اللي يريحك. انت مش محتاجه اي حاجه؟ ربنا يخليك، كفايه انك بتسال عليا. بعد اذنك، الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبي. تاكل ده كمان وانت تاكل ده. اتفضل يا حبيبي. تسمحيلي. على فكرة نو، انا بكرة هروح اجيب ماما عشان تعيش معانا هنا في وسطنا بقى. نعم ماما تقيلي تيجي تعيش في وسطنا بقى ان شاء الله. فيها ايه دي؟ مش فاهم، اسيبها تعيش لوحدها يعني؟ وخصوصا بعد ما احمد اتجوز، البيت فاضي عليها. وانا مالي؟ انا مالي احمد اتجوز ولا ما اتجوزش؟ انا مالي اللي انت مالك ده؟ بالراحة العيال قاعدين، وبعدين ضمي سيدي امك على عيني وعلى راسي. بس انت اديك شايف العيال وطلبات البيت والشغل، وانت تجيب لي امك كمان؟ يا نهى اهدي بالراحه، مش كده. اسيبها تتعب مثلا في مره، ولا لا قدر الله تموت ومحدش يحس بيها؟ يا سيدي الاعمار بيد الله، يعني هي لو جت هنا مش هتموت. فلله ولا فالك يا شيخ. انا اقصد يعني انت بتزورها كل يوم، ده غير التليفونات اللي عماله على بطال. خلاص يعني كفايه قوي كده. بقول لك ايه، اقفل الموضوع ده خلاص. وبعدين بقول لك امي هي جارتي، سديتي نفس الواحد يا شيخ. أنا عايشة لوحدي من ساعة وفاة المرحوم هاني، واخد شهادة سياسة واقتصاد، واتجوز وسافر بره عشان شغل. طبعا نهى بقى محامية وعندها عيلين ربنا يعينها عليهم. أما كريم فبيشتغل في دبي. كل فين وفين كده يعني، في عيد الأم مرة، في العيد الكبير برضو مرة. صفاء بنت الجيران في الشقة اللي جنبنا هي اللي بتقبض لي المعاش بتاعي وتجيب لي أدويتي. قفشتك يا هراب. ايه يا عم؟ عمال اكلمك تليفونك مقفول، بخبط مفيش حد جوه. اعمل لي نسخه احتياطي ليا ادخل واخرج زي ما انا عايز. معلش اصل انا رقمي القديم لغيته وجبت رقم جديد خالص. وبعدين بقالي 3 ايام ما نمتش، هموت وانام. لا لا الف سلام عليك، يلا افتح ندخل مع بعض. ندخل فين؟ بقول لك تعبان وما نمتش بقالي 3 ايام. يا عم في ايه؟ طارق زمانه جاي دلوقتي، وبعدين طارق وانا ودينا عيالنا ومراتاتنا عند امهم، يعني ساره صباح يا معلم. صباحي مين يا عم سامي وطارق مين؟ بقول لك تعبان ما نمتش بقالي 3 ايام، سيبوني بقى. يا سيدي احنا هنلعب وانت نام جوه، ايه المشكله؟ الله انت مصمم برضو؟ ايوه طبعا هدخل. خلاص انتوا حرين، هنام منكم. نام يا سيدي براحتك، ام اللحميه اللي قرفني بيها وانت صغير. انت زنان زن. افتح افتح. اقفل وراك بقى. ايوه. Thank you.
لله الحمد لله قوي يا الحمد لله يا رب والله الحمد لله انا في نعمه انا في نعمه يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله كنت هنساك كنت هنساك الحمد لله يا رب الحمد لله اتفرج بقى طبعاً عشان كده مش شايف طبعاً أبقى مش شايف الحمد لله يا خسرتك يا كاميليا في العجز والله كنت حلوة يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا يا هالدنيا يا رب الحمد لله الحمد لله والله أنا في نعمة الحمد لله الحمد لله يا رب يا كفاية كفاية يا ربي كفاية الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله زمان يا مراد وحشتنا وحشتنا ايامك الحلوه بس بقول لك ايه انت حلويت كده وبقيت مز وشعرك طلع لا والله وانت شعرك وقع بقيت شكلك غريب راحت فين القصه اللي كانت بتطير على وشك دي راحت مع هوا البحر يا اخويا مرحبا كنت قدام يا ابني احنا بقالنا كتير ما شفناكش اعمل ايه بس يا طارق مش قادر بقالي 36 ساعه صاحي وقلت لسامي يخلي السهره دي لحد بكره هو مش عايز ما احنا هنسهر برضه بكره ايه يا عم 10 سنين غربه من غير اجازه واحده تتعوض طبعا 10 سنين في الكويت وداخل علينا بايد ورا وايد قدام ده انت بخيل قوي يا راجل يا عم بخيل ايه بقول لك تعبان انا ما لحقتش حتى افتح الشنط تعبان تعبان طب ما افتحش الشنط خلاص نقلبه حلو البدله دي ما تجيبها انا الساعه عجباني ما نشوف بقى لما يفتح الشنط هيطلع لنا ايه طب سيبه العب يلا بلعب يا عم العب عدل ايه ما انا بلعب صح اهو جار سي ادي الجار وادي السي حلاوتك دربي ماشي يا اخو ايه ده نام يلا تيجي نسيبه نمشي طب اقول لك حاجه ايه تيجي نعمل له قرطاس ونحطها في رجله زي زمان؟ والله حلو لا يا راجل امال ايه؟ ده كبار بص تسيبه ينام خلاص ونفتح احنا الشنط نقلبها اه والله في الشر ها؟ يلا يلا قوم على البيت يلا سيبه مراد يا لهوي يلا يا عم يلا يا عم يلا
أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب النبي النبي ما ترقت لي جدا ولا تحوجني لحد. يا رب ثبت عقلي وديني يا رب والنبي يا رب ما تتخلى عني. طيب طيب
عم طيب. أنا كنت هكسر الباب والحيطة، مالك؟ إيه ما كنتش بتنام في الكويت ولا إيه؟ عم تعبان تعبان. بعوض بعوض ال 3 أيام اللي كنت صاحيهم دول. الساعة كام دلوقتي؟ ساعة إيه يا ابني؟ أنت بقالك يومين نايم. أيوة يومين نايم عشان تعبان. وكان بقالي قبليها 3 أيام صاحي. وده برضه ما يمنعش إني أسألك الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8. مراد مش هتوريني الهدية بتاعتي بقى؟ وانا ما بقتش لوحدي، انا معايا مراتي وفي رقبتي 5 عيال كلهم بيقولوا لي عمو مراد عمو مراد. يلا بقى هات الهدية. يا عم بير الحرمان اللي انت عايش فيه ده. حاضر حاضر، بس افوق وافتح الشنط واجيب لك الهدية بتاعتك وبتاعت العيال كمان، بس انا عندي مشوار مهم لازم اروحه دلوقتي حالا. مشوار ايه يا عم؟ انت لسه جاي من السفر. ماشي يا ابو المشاوير يا بتاع الخليج، انت اللي كلك فلوس. بقول لك ايه؟ خلص مشوارك وانا هستناك فوق. ها انا بكره واخد اجازه مرضي عشان عيونك يا ابو الفلوس انت. ماشي يا عم الفايق. يلا سلام سلام. خبر ابيض، ده نمت نوم. الصفاء. ايوه انا مراد، مراد التلميذ ابله كاميليا. اهلا وسهلا. معلش انا اسف اني ازعجت حضرتك، بس بخبط عليها بقالي فتره ما بتفتحش. هي خرجت ولا حاجه؟ والله ما عنديش فكره، بس لحظه واحده انا معايا مفتاح. حاجة أو راحت لبنتها مثلا؟ ما بتخرجش لوحدها خالص، ولو عايزة أي حاجة بتخبط عليا. نهى قالت لها 100 مرة تجيب لها موبايل عشان تعرف تطمن عليها وهي رافضة. طبعا إذنك أروح أجيب الموبايل أكلم نهى عشان أطمن. أوكي. سامي الاخبار؟ لا انا تمام الحمد لله. لا يا عم النهارده صعب قوي، عندي مشوار كده. لا صعب صعب مش هينفع. ماشي لو خلصت بدري هكلمك. ماشي سلم لي عليه. اوكي سلام. المستشفى اخر الشارع يا اسطى. طب معلش انا اسف. بص ثاني يعني اتاكدي بس. لا والله مفيش حد دخل عندنا بالاسم ده. خير يا استاذ؟ في حاجه تاني ولا ايه؟ لا لا يا دكتور، ده انا كنت جاي بسال على حاجه في المستشفى وماشي على طول. واخبار صحه الحاجه ايه؟ الحاجه تمام زي الفل زي الفل.
خدوا بالكم منها كويس، هي الخير والبركه. اه طبعا طبعا، ما تقلقش، ربنا يشفيها ان شاء الله. شكرا ليك. الو، ايوه استاذ فوزي، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا ملف القضيه قدام اهو، انا مش عايزاك تقلق خالص. مبدئيا دفوع القضيه خلاص منتهيه، والاجراءات خلاص احنا طعمنا فيها، يعني القضيه ان شاء الله في صالحنا. اطمن خالص. بس ما تبقاش تنسى الاتعاب. اوكي. لا انا حبيت اطمنك. لا ما تقلقش. اوكي، سلام، باي باي. الو صفاء، مين يا ستي؟ حضرتك اتصلت بيا 3 مرات قبل كده، وكل مره اقول لك ما جاتش. وارجوكي لو سمحتي بلاش تتصلي بيا متاخر كده تاني، ارجوكي. سلام، مش ممكن. كل حتة هدور عليها فين تاني؟ ربنا يستر بقى ما يكونش حصل لها حاجة. ربنا يستر. نور. اهلا يا استاذ مراد. معلش انا اسف اني بزعج حضرتك، بس بدور على ابله كاميليا من امبارح مش لاقيها، لا في الشوارع ولا في المستشفيات. حضرتك كلمتي مدام نهى بنتها؟ انا كلمتها كذا مره وبرضه ما تعرفش عنها حاجه. انا قلقانه عليها قوي. تكون راحت فين من امبارح؟ بس على العموم انا معايا رقم حضرتك، اول ما اعرف اي حاجه هكلمك على طول. شكرا قوي. طيب ممكن تليفون بنتها وعنوانها؟ هقطعك. قطع بينا. العب يا حبيبي العب. دش ايه؟ شيش جار؟ شيش جار ده انا اتعميت باين. شيش سه اهي. شيش جار تاني. شيش جار؟ مالك يا عم مراد؟ شايل طاقة ستك ليه؟ انا مش فاهم. نوم وسبناك تنام، فوق بقى معانا يا اخي. شكله بقى دمه تقيل قوي قوي. عارف ليه؟ عشان مشقرع زي ده. حلوة الحمد لله اني مش هقرع زيكم ولا بكرش زي الافندي ده. كرش مين يا ابني؟ ده انا مولود كده اساسا. مولود كده؟ خليكوا في الطاوله والشيشه والغرزه اللي انتوا عاملينها دي. لا بلا. ايوه مين؟ صفاء. ايوه عرفت مكانها فين؟ Sarah.
ماما كاميليا، كان في واحد بيسأل عليكي بره، بيقول ان هو عايز يزورك. هاني هاني ولا كريم؟ ما قاليش. انا مراد يا ابا كاميليا. معلش معلش، انا اسف اني اتاخرت عليكي. اصلي فضلت نايم يومين اول ما صحيت وعرفت انك هنا جيت على طول. معلش يا حبيبي، كتر خيرك انك بتسال عليا. اذا كان ولادي اللي ضيعت عمري عليهم ما بيعملوهاش. معلش معلش، بس انت بتعملي ايه هنا؟ تعالي عيشي معايا، انا هشيلك جوه عينيا، هخدمك وانفذ لك كل طلباتك، وانا خلاص مش هسافر تاني، هفضل في مصر. حبيبي انا مش عايزه بعيب عليك ولا على اي حد، انا هنا مرتاحه، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي. ان شاء الله هتعود على المكان هنا والاقي الصحبه اللي تونسني في اخر ايامي. ان شاء الله. هسيبك دلوقتي وهرجع لك تاني، بس ان شاء الله هتمشي من هنا. ان شاء الله. انا ان شاء الله مش هخليك تحتاجي حاجه خالص. ان شاء الله. السلام عليك يا مور. عاوزه اشوف مراد قبل ما اموت، اتصلوا لي بيه، عاوزه اشوفه. حاضر. الف سلام عليك يا مور. حاضر. اتصلي بيه بسرعه. حاضر حاضر. ثواني اتصلي بيه يا ماما. حاضر. الو. ايوه مدام نهى، انا مراد الريد. مدام نهى، اللي بيحصل ده ما ينفعش، مامتك حالتها زي الزفت، نفسيتها في الارض. مفيش حد فيكم فكر يسال عليها، ما ينفعش كده. نعم. هو مين حضرتك اصلا؟ والمفروض يعني انا اعمل لك ايه؟ طب يا ست اعتبريها مش والدتك، اسالي عليها من باب الصدقه، من باب الثواب لوجه الله. وانت مالك انت، اعمل ثواب ولا اعمل ذنب؟ انت مالك؟ تطلع مين انت اصلا؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا مدام نوها. هي كلمه واحده، لو ما حدش راح خد الست دي انا هروح واخدها تعيش معايا، انا مش هسيبها مرميه لحد ما تموت.
والله؟ طب اقول لك ايه بقى؟ حسك عينك تتصل على الرقم ده تاني، والا هوديك في 60 داهية، واكيد طبعا انت عارف ان انا محامية، فاهم ولا لا؟ يا استاذة هو في حد طايق جلده اللي عليه؟ لما يطيق امه. لا 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 مش مصدق. الناس بقت بشعة. انا مش عايزه ابقى عبء عليك ولا على اي حد. انا هنا مرتاحه، هنا هلاقي اللي يخدمني وياخد باله من علاجي واكلي وشربي. ان شاء الله هتعود على المكان هنا والاقي الصحبه اللي تونسني في اخر ايامي. داعي تتعب. عارف يا مرات، أنا كان نفسي أموت في بيتي على سريري أو على الأقل عند حد من ولادي، خصوصاً نوعها هي طول عمرها أقرب واحدة ليا. غير السلطان، البنوتة الوحيدة، أنا مش عايزة أموت في الدار هنا، مش عايزة.
بعد الشر عليك يا امي. ما تقوليش كده، هي اكيد اكيد لما تعرف انك هنا هتيجي اكيد هتيجي، مش هتسيبك. تلاقيش يا أمي، أنا هفضل وراه لحد ما تجيلك. تلاقيش السيدة ولاء إبراهيم محمد، مش كده؟ إن شاء الله. طيب أحب أعرف بقى إيه مشكلتك؟ أنا جاية أرفع قضية خلع على جوزي. واضح عندي جداً أنت جاية ترفع قضية خلع، بس أنا محتاجة أعرف معلومات أكتر. يعني مثلاً ما بيعاشركيش، بيضربك، ما بصرفش عليكي، إيه الأسباب؟ لا ولا أي حاجة من دي، هو بس رافض ان والدتي تعيش معايا بعد وفاة والدي، وهي طبعا ملهاش غيري وانا بنتها الوحيده، فيرضيكي يا استاذه ان انا ارميها في الشارع ولا اعمل ايه؟ قولي لي اعمل ايه وانا اعمله. لا الحياه ما عندنيش طبعا، بس هي اكيد في حلول تانية غير الطلاق والخلع. زي ايه يا استاذه؟ ودي هدار مسنين، يعني انا شايفه ان في دار المسنين بتبقى رعايه كويسه جدا، ممكن تطمني عليها وما تخربيش بيتك. ارميها في الشارع؟ ارمي امي في الشارع عشان ارضي جوزي؟ اوديها دار مسنين؟ الظاهر حضرتك ان والدتك متوفيه، فعشان كده انت بتقولي لي كده. لو انت مكاني هتوديها دار مسنين؟ هتودي والدتك دار مسنين؟ لا لو سمحتي حضرتك مالكيش دعوه بيها خالص، خلينا في الموضوع بتاعنا. اوكي انت عايزه تعملي خلع مش كده؟ ايوه. اوكي نعمل خلع. اوكي عشان خاطري ما تزعليش نفسك، ما انا طول النهار معاكي مسلياكي اهو. ولا انا مش عاجباكي؟ لا ازاي، عشان خاطري اضحكي، عشان خاطري. ها مامتي الحلوين عاملين ايه؟ صدقي انا من يوم ما جيت هنا وانا حاسه انك نهى بنتي بالظبط. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ده شرف كبير قوي ليا. لا يا حبيبتي، ده انت يمكن احسن كمان، انت حنينه قوي يا بيرو.